ومن لم يصلي المغرب ماذا متى يقضي؟ يقضيها متى ذكرها، من فاتته فريضة من الفرائض نسيها أو نام عنها صليها إذا ذكرها في الحال في أي وقت تذكرها. قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والمراد بالنوم النوم العارض، النوم العارض الذي عرض للإنسان بدون قصد. أما الذي تعمد أنه ينام عن الصلاة فهذا لا تجزيه صلاته ولو صلاها بعد الوقت، لأنه متعمد لإخراجها عن الوقت، عليه التوبة إلى الله محافظة على الصلوات في أوقاتها. نعم.